أخبار اليوم. السياحة زادت في أول 5 أشهر من بولندا السنة دي بنسبة 15% تقريبا، وده رقم كويس جدا. عندنا حملة شغالة اسمها مصر قريبة، هي مبنية على فكرة الأوبريت اللي عملناه وأطلق في شهر فبراير اللي فات، بتشتغل في مجلس دول التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن ولبنان، في التلفزيونات العربية، في الشوارع، في وسائل الإعلام المطبوعة، على شبكة الإنترنت، وهي حملة قوية جدا ابتدت في 20 مايو وهتستمر 6 أشهر إن شاء الله، وأنا بتوقع أنها تزود السياحة من الدول العربية بنسبة 35-40% على آخر السنة. عندنا من في أول 5 أشهر كان في زيادة نسبة 9% بالمقارنة بالسنة اللي فاتت، ودي نسبة كويسة أوي. يعني أنا شايف أن حتى الحجوزات اللي احنا بنشوفها، طبعا كان في شوية إلغاءات بسبب اللي حصل في تونس، يعني احنا كلنا قاعدين في مركب واحدة زي ما بنقول، واللي بيحصل في دولة عربية او دولة اسلامية بيأثر على السياحة في اي دولة عربية او اسلامية اخرى، فكان في نسبة إلغاءات بس ما كانتش جامدة جدا. انا بتهيالي لما تيجي بطلة العالم من بولندا وتبقى بحريتها التامة في على سواحل البحر الاحمر سواء في دهب او في الغردقة، أنا بتهيألي دي رسالة للعالم كله إن مصر دولة آمنة، وبتهيألي اللي حصل في الكرنك بين للعالم إن الشرطة المصرية والشعب المصري ضد الإرهاب تماما ويقدر يمنع عمليات إرهابية. أفتكر حضرتك من 3 أشهر كان عندنا أحد المشاهير الهنود أميتاب باتشام جي زار مصر، وده كان ليه رد فعل جامد جدا في العالم كله. إنما لما بنلاقي فرصة، ولازم تبقى فرصة مدروسة زي كارولينا فينكو يبقى لازم نتعاقد معها. دلوقتي مناقصة عامة دولية، المفروض في 7 شركات اتقدموا بالفعل، وعلى أواخر أغسطس هنختار شركة منهم عشان تشتغل معنا لمدة 3 سنين في 27 سوق، تعمل لنا الدعاية والإعلان والتسويق وحملات العلاقات العامة وحملات التواصل الاجتماعي، لأنها هتبقى حملات قوية جدا زي ما كنا بنعملها من سنة 2004 ل 2010، ودي عملية مجربة، يعني احنا مش بنخترع حاجة، احنا جربناها في السنين اللي فاتت وكانت ناجحة جدا، وبتمنى انها ترجع لنا السياحة بسرعة.